السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير. Today, إن شاء الله, we will practice a new surah. The new surah for today is Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Qari'ah. 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 القارعة. Say it with me. القارعة. القارعة. Say it by yourself. Good job. Listen to the second ayah. ما القارعة. ما القارعة. ما القارعة. ما القارعة. Say it with me. ما القارعة. ما القارعة. Say it by yourself. Good job. Again, by yourself. Good job. Let's say the first ayah and the second ayah. القارعة. ما القارعة. Again. القارعة. ما القارعة. One more time. القارعة. ما القارعة. Try to say it by yourself. Good job. Let's read the third ayah. وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ Stretch وَمَا وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ Say it with me. وما أدراك again وما أدراك say it by yourself good job ما القارعة ما القارعة ما القارعة ما القارعة ما القارعة say it with me ما القارعة ما القارعة Say it by yourself. Good job. Let's try to say the third ayah. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة Again. وما أدراك ما القارعة Say it by yourself. Good job. Now let's read the first ayah, second ayah, and the third ayah. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة One more time. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة Now try to practice the three ayat and inshallah I will send you the other ayat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.